كان عايزني أغني طبقة نسائية. إيه حكاية الخناقة اللي حصلت ما بين المطرب محمد الحلو والمايسترو هشام جبر اللي مسؤول عن حفل علي الحجار اللي كانت هتتعمل امبارح في دار الأوبرا المصرية؟ اعتذر الفنان محمد الحلو قبل ساعات من مشاركته في حفل علي الحجار، وده بسبب إن المايسترو هشام جبر كان عايزه يغني الأغنية لأ مش أنا اللي أبكي لمحمد عبد الوهاب بطبقة نسائية. طبعا رفض محمد الحلو طلب تعديل الطبقة، وفضل قاعد 8 ساعات علشان يجي هشام جبر. كان هشام رفض التعديل واتكلم معاه بأسلوب وحش. ما يناسبش محمد الحلو وتاريخه واللي قدمه من الأعمال الفنية. دار الأوبرا المصرية طلعت بيان وقالت إن ملهاش دخل في الخلاف، وإن اللي حصل حصل ما بين محمد الحلو وهشام جبر، وإن الاعتذار جاي من ناحية محمد الحلو. راح محمد الحلو رد عليهم بفيديو وهو بيغني أغنية يا زمن معيوب، ونشره على حسابه الشخصي الفيسبوك، وكان ده رده على التطور اللي حصل من هشام جبر.